انطلاقة للمشاركين في مسابقة 800 متر. وكما قلت سنتابع الصراع الكبير بين كل العدائين المرشحين للفوز بهذه المسابقة. في مقدمتهم رودي، سنلاحظ سرعة الانطلاق وكيب كيتر الذي يحاول أن يتصدر الترتيب إلى جانب روديشا. سرعة كبيرة انطلق بها سباق 800 متر، وكيب كيتر كما نشاهد هل يقوم بدور الأرنب بالنسبة لروديشا؟ هذا ما سنلاحظه إن صح التعبير في 800 متر، لأن هذا الفريق يلعب كفريق متكامل. لأن سباقات 800 متر وال 1500 متر وأيضا سباقات طويلة تلعب أيضا بأساليب تكتيكية من قبل الفرق، أي عندما تكون أكثر من عداء وعدائين هناك أساليب تكتيكية في الرفع من الإيقاع وترك المجال للعداء الثاني. بالفعل كان هذا أسلوب تكتيكي بالنسبة للكينيين. الآن كيب كيتر الذي يحاول الزيادة في السرعة، لكن نلاحظ أن توفيق المخلوفي يراقب السباق بشكل جيد. دافيد روديشا ينطلق الآن كما هو معروف، وكيب كيتر، لكن بوس من فرنسا هو الآخر يتبعه، هو توفيق في موقع جيد. توفيق مخلوفي في المركز الثالث، توفيق المخلوفي من الجزائر، دافيد روديشا. أتوقع لتوفيق أن يفوز بإحدى الميداليات أكثر من البرونزية إذا بقي في هذه السرعة. توفيق مخلوفي ودافيد روديشا، دافيد روديشا في المركز الأول، توفيق مخلوفي في المركز الثاني، وبذلك يتمكن توفيق مخلوفي من الفوز بالميدالية الفضية في هذه المسابقة، ودافيد روديشا بالميدالية الذهبية. قوي دافيد روديشا، وكما لاحظنا منذ البداية كان هناك عمل جماعي بينه وبين كيب كيتر للزيادة بالسرعة.